يدخنوا، وعندما جلس قدم للتلاميذ يعني قعدوا علشان يسمعوا، فتح بقه وعلمهم قال لهم طبعا طوبى المساكين. يعني ايه طوبى المساكين؟ يعني هما طوبى ليهم، واذا طردكم وعرفكم دول وقالوا فيكم ندري كل شر كذبين، دول بيشاروا الشر بتاعهم بيكذب. فاولا يا جماعه ربنا بيحبنا، ربنا اختار الاطفال يكونوا بطرك، فان ربنا اختارني هو اللي كان ينادي علي السماء يقول انت هتبقى راهب، روح الدير بتاع مريمين وتترهب فيه. فطبعا الناس بتترهب، بتيجي في وقت معين تقول انا عايز اكون بطرك، انا قلنا مستحيل انا خاطب. لا انت لو كنت طلعت بره الموضوع قول فتح فاه وعلمهم كلام طوبى الدول اللي انا عايز اكتبوله. اقول يا جماعه طوبى دي هي طوبى المساكين، ولا النهر وملكوت السماوات دي حاجة حلوة. يعني يا جماعة احنا لو كنا مرضى ربنا بيشفينا، واحنا يعني نروح لأجل أسامنا مسحوق لأجل خطايانا، بس مسحوق يعني دمه لينا شفينا وروحه شفينا بالدم، مسحوق لأجل أسامنا. فين التطوبات بتحطوها لكم؟ طيب استنى، بجروح احنا وروح احنا بجروح هو شفينا تمام، لكن الام السيد المسيح لما جاله الابليس لا الحي التعبان لا هتلقى روح بس طوبة بتحتوبة لكم اذا مش عارف مش عارف اقول هان. طيب اقول هان انا اولا يا جماعة ابتدي. زمان زمان كان في ملكة قديسة اسمها حقيقي، هي هابيلة تحط الرز على ميه كده كان عاد وباسمها، لكن اسمها حقيقي بقى كان اناسيمون، كان بتراعى الاصول ثابت الملك، حتى ماكسيموس وتمادون ساب الملك والجاه والمال كله علشان حبيبهم. مين حبيبهم ده؟ يسوع المسيح. صح برافو عليك. وطبعا يا جماعه احنا بنقول في القداس احنا يا جماعه بنعمل كده نحسب قيام في السماء، يعني يعني احنا بنقوم للسماء. اذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء ينفع، يعني ربنا كده بيحبنا بيحبنا احنا الثلاثه. فين الثلاثه؟ فديه مقدسين اتحرقوا في النيران، لحم ما اتحرقوش، لكن ربنا انقذهم من جب النيران. دانيال كان في جب الأسود ربنا أنقذه. أبونا فلتاوس كان بيحب القطط، كان بيأكله كل يوم يأكله، كان تعبان. أبونا فانوس الأنبا بولا ده كان فيلم تسجيل بيقول إن القمص فانوس الأنبا بولا كان طيب قوي، وإن عمره سنة بياكل حاجات كده هو كانت مش نظيفة وكده، يعني زي اندومي اي حاجه ياكلها. هو كان على ايامه في اندومي؟ هو كان في حاجه كده ياكلها. لا لكن يشيل القطه الوحشه يجيب القطه الجميله، يشيل القطه الوحشه يعني يقطعها. يا جماعه افهم ربنا بيحبنا بيحبنا احنا الثلاثه. ابراهيم اسحاق يعقوب لما كان عايز يولع في ابنه ربنا قاله ما تضربوش لانك اسحاق، فما ضربوش، كان عايز يحرق لكن مراته سكت ولا اتحرق ولا احترق. طوبى لكم اذا طردكم وعيركم يعني كل فيكم اجي كل شر يكذب، يعني كان بيكذب او ما يصدقش ان هو ده مش كذب ولا انت بتكذب عليه، يبقى ده ما ينفعش. حد يا جماعة بيقول بابا لي مسح اللعب كلها انا هلعب، قال له خلاص ما طب انت بتعمل شقاوة ليه كده زعل؟ ما حصلش حاجة، انت بتكذب عليا كده. فقال له انت رجعت انك تكذب. انا عايزك تقول حتة من الانجيل اللي هي الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل دي اقولها كلها كده من اولها لاخرها عشان تحفظها كلها. طبعا اقول يا جماعة هو صعد الى الجبل اتصاب مات. لا مش فيدي. لا استنى بس، هو
وهنحكي الانجيل اللي توبه. اوان يا جماعة مسحوق لاجل ياسرنا بجروحه شوفين روحه هو على الصليب. يا جماعة هو صلب بسبب ان هو شوف اليهود ان هو بيعمل معجزات. يهوذا باع المسيح بثلاثين فضة. باع بيهم. باع يهوذا باع المسيح بيهم بثلاثين من الفضة. بعد كده هو باعه فعرف ان هو قال الحراس نحن نبحث عن يسوع المصري. قالوا انا هو. المسيح قال انا هو. قال كده. ايه يا جماعة الرهبانة يا جماعة لما حد بيترهب يكون هو السماء. انا كنت بصلي انا كنت انا عملت قداسي كنت ملاك انا بعمل كل يوم بس انا يعني الظروف يعني. مين اللي بيعمل قداسات؟ انا. انت بتعمل قداسات؟ انا بعمل اجتماعات طبعا. اجتماع وبحكي عن يوحنا المعمدان واسبوع الالام وكمان شهر كياه وكل حاجه. كل ده بتعمله انت لوحدك؟ اه. معكش حد بيساعدك؟ بعمل تسبيح. وكمان تسبيح؟ حد بيساعدني فلافيلو اللي بيساعدني. فلافيلو بيساعدك؟ بيساعدني. فلافيلو ده الشماس بتاعك؟ واخترته كانه البطل. كانه البطل. طب وانت ايه؟ يقول لي انا خدمك يا سيد. اقول له بص يا ابني انت ممكن تبات عندي. اقول له حاضر يا سيدنا بات عندي. بس يا جماعة يعني فاكرين لو كنت عايزين تروحوا رحلة انت كده بتسافر. احنا عايزين نسمع فطوبة اذا لا وفتح فاه ومعلمهم قائلا. قولها من الاول كده. جائلا طبعا. لا انت بتطور. وفتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين يعني انا لا ما تشرحش. انت قولهم بس كما غير شرح. انا عايز اشرح لهم. لا احنا عارفين الشرح بتاعنا. يلا طوبى. يا جماعه طوبى يعني طوبى المساكين يعني يا بختهم يا بخت الناس اللي كانوا تعبانين وهم تعبانين وبجروح شوفينا وكده. كل حد بيقول ان السيد المسيح صار ان صلب يقول ان هو بروحه احنا هنشفي وكده. انت عندك كم سنة يا بولا؟ عندي خمسة بس ستة. خمسة ولا ستة؟ ستة. انت رحت المدرسة؟ لا لسه؟ انت في كي جي 1 ولا في كي جي 2؟ ما عنديش. ما انا سألتك المرة سألت. لا انا اللي بسألك. انت رحت في كي جي 2؟ خالص. يعني انت تروح المدرسة السنة الجاية؟ ما انا ما عنديش شهادة. طب مين اللي علمك انك انت تقول الحاجات دي كلها؟ بابايا انا علمني ان انا اقرا. انت بتعرف تقرا؟ طب لو جبت لك كتاب تقرا هات كتاب يا كرول. كتاب بسميه كرولس. على اسم بابا كرولس. ما احنا اتشفانا من بابا كرولس. ده كان بطرك عظيم فعلا. ده لمس اورس كان بطرك هات تقرا كده؟ ده كشف الحضور والغياب. كشف ايه ده سنة كام دي؟ ثانية ابتدائي تلاتة رابعة خمسة اجمالي العدد. اجمالي العدد. طيب الا انا اقرا الكريتيرا دي. ايه دي؟ تاخد اعداد الاطفال من الجدول السابق وتوزعها على الفصول. يعني ناخد الجدول عشان نوزع. غير هات حاجة تانية كده ولا اقراها؟ حاضر. اجيب لك حاجة تانية. هات يا عم. اقراها كده؟ ده قرع النقوص قصه مسيحيه موقف الحياه. ممكن احكيها؟ لا انت مش عارف تحكيها. انت اقراها. انا اعرف. اقرا. طيب الظلام بيلف الدنيا من ناحيه القريه الصغيره لانها لجوار الجدول البعيد في غرب الصناعي. وكانت الكنيسه تواجه القريه من على راي القمه في وسطها وكان براحه العنق الطويل. بص كده دول. روح يا عم روح يا عم خد لك بطيخه من جوه. طب هنجيب لك حاجه تانية في النص. ايه؟ ايه الكلمه الكبيره دي؟ ملائكه وشياطين. طيب شاطر يا ابو ممتاز. قرانك وشكرا.
روح يا مهدك. دي شجرة الميلاد من قصص دراسة. كان في غرفة من غرفة الصراديق ولد في السادسة استيقظ زيد صباح في الغرفة المعطبة الباردة. يقف من البرد بثيابه الردية وجالس على حقيبة أرض من ثيابه. قال إن نفسه مستعد جراح كده. هو غير الشوية الأولانيين دول. شوية أولانيين ولا شوية طب هات الأجبية كده كروليس. ماشي. ايه دي؟ دي الاجبيه. الاجبيه نفتح اي صفحه وخلاص كده صح؟ اه. ما طب استنى بلاش دي. طب لا استنى. لا انا ثانيه معلش. حاضر. استنى انا عايز اشوف الصور. بابا تغدروس. مين ده؟ بابا تغدروس. هو تغدروس. ايه اللي مكتوب تحتيه كده؟ هو بابا الاسكندريه. بيقول امامك الصلوات المحفوظه امسك كتاب الاجبيه ويعلمك كيف تصلي. يعني الكلمه مكتوبه هنا مش شايفها اصلا. مش هتعرف. اقرا كده. ده لا ده هو انا قداس ولا ايه؟ وانا هعمل قداس انا دلوقتي. لا اقرا كده. ايه في دي؟ دول اللي هو فلنشكر سماخر ده صلاه الشكر. طب كملها فلنشكر ايه؟ يا عم ان هو انا اعمل قداس. طب خلصنا يا عم. ماشي نقرا دي. ايه دي؟ دي الكلمه مش عارف ممكن تقول يا رب نقول وخلاص. ده المصحف السادس والعشرين في صلاتك. لو عندك الصلاه ده صلي. انت حافظ ان ده السادس والعشرون في صلاه بكر؟ اه امال ايه؟ ده انا جدع. انت مش جدع انت رهيب. انا معجب بيك. طب يا عم خلاص الغى التسجيل يا عم. رب رعاني فلا يعزني شيء في معاه خد اسكني. ده المزمور ايه ده؟ ده المزمور التاني بلاش. في صلاة بكر برضو؟ اه بس صلاة الساعة التالتة. لا في صلاة الساعة التالتة انت عارف. اه بص غالبا هو بيجرى بشكل غريب. في طلبات يا جماعة. في طلبات. في طلبات يعني عارف ان في طلبات فين؟ في يا جماعة اقول لكم هيك كده. اجيب لك الطلبة بتاعت نص الليل؟ لا لا انا الهات بتاعت النوم. مش عايز انا. انا عايز ده. عايز انا عارف ده بيدور كان انا اللي بدور في الاشباه. نسالك ونشكرك ايها السيد الرابع سوره. ده دي ان الله تحليل. ده تحليل. أيوة. بتاع الكاهن. طب انت كاهن. ايوه يا عم. يا عم قول الطلبه دي. يا عم لا قول الطلبه بتاعت دي اللي هي دي. ايه لا شكلها ما فيش طلبات. ده غير الكهنة. طب ما احنا غير الكهنة نقوله. ده نقرا كده. هو ده احنا كهنة. احنا هو ده الغير الكهنة. اقول كده يا سيد. ده بتاع صلاة نصفية. انت ممكن تجيب الانجيل ده. اقرا الانجيل ده. صلاة الانجيل نصف الليل ده صح؟ الخدمة الثالثة دي اقرا كده. لا تخف ايها القطيع الصغير فانا اباكم قد سر ان يعطيكم منه ليمنعكم عطر صنعكم اصنع لكم اكياسا لا تنفع كنزا في السماء لا يفنى حيث لا يدنو منه صغير ولا يفسد سوسه لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون طلبكم أيضا لتكون أحقاكم. في إنجيل تاني عندي برضه. كل ده عندي. عندك في البيت؟ في كسرة الروح عندي كله. فين؟ في كسرة الروح؟ أنت عندك كتاب في كسرة الروح؟ ده إنجيل بقى وعندي كله منه.